علوية مولاتي أروح في دول تراب رجي سيدتي. صحيح تقولي حسرة أبوك ما موجود المحراب خالي كله صح على عيني وعلى رأسي، بس علوية أبوك تشيع لو ما تشيع، علوية أبوك تغسل ما تغسل، علوية أبوك اندفن ما اندفن. يا بعادة الميت يحضروا لغلا وحضراه جعفر الصادق حضراه له علوية حضراه. عادة الميت يحضروا لغلا، لا لا أريد تجاوبوني، أنا هاي السنة سويتها بالبحرين قام يجاوبوني، شوفوا أريد الشطر الأخير الكل يجاوبني. عادة الميت قل لي يحضروا لهلا يحضروا لهلا والله هلا شي يسوون من يحضرون، هذا جايب ماي ذاك يغسله. علوية هذا صار ويا أبوس الصادق، هذا جايب ماي جاوبني ذاك يغسله. علوية هذا جايب جفن ذاك يفصله. علوية هذا جايب جفن ذاك يفصله. وهذا صار ويا أبو سيدتي بعد علوية، هذا يحفر قبر ذاك ينزله. هذا يحفر قبر ذاك ينزله. علوية آية عاد ما جروها بكر، علوية آية عاد آية عاد آية عاد الماجرة بكربلة. والله بكربلة علوية ظل ثلاثة أيام ابن زيد الملا. علوية ظل ثلاثة أيام ابن زيد الملا، الغسل دمه والجفن ذار الفلا. آخ يا حسين آه يا حسين. علوية لا أرد أبتشيك، أريد دمعتك تنزل، نزل لي دمعتك رخصها. علوية أروح في دول تراب رجلك بنت محمد، أنت دم محمد بعروقك يسري، أنت عرض النبي، أنت عرض محمد، أنت عرض النبي. علوية مولاتي سيدتي فدوى أروح لك سيدتي مولاتي. أبوك أنت شفتي من خلوه بتابوت وشالوه، شفتي شفتي أبوك خلوه بتابوت وشالوه، تابوت وشالوه. علوية أكو صوت بيوم العاشر يصيح، هذا الصوت صوت زينب المظلومة. شي يصيح والله يكسر القلب هذا الشهر، تصيح خويا 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 خويا. زينب الصيح خويا خويا خويا، لا تابوت عندي ولا قبر محفور. ابو السجاد شلون اشيع خويا، تابوت ما عندي شلون اشيلك خويا؟ اول تابوت ما عند الحسين، الله اكبر يا اله، تابوت تابوت خويا، لا تابوت عندي لا تابوت عندي ولا قبر محفوظ. بعد زينب شنو ما عندك؟ والله لا قبر محفور، لا ما يوسدر يا حسين لا كافور. والله خويا لا ماي وسدر يا حسين لا كافو. خويا كل شي ما عنده ابو علي شو اسوي لك؟ خل اقرا لك بيت الدعاء يا الله، بيت الدعاء اكسر قلبك بيه، خل اكسر قلبك بعيد. زينب لما سقط الحسين جت تصيح خويا ابو علي وينك؟
خويا وينك ابو السجاد؟ وصلت لي الحسين. قال لها زينب شلون اندليتيني؟ قالت لجيتك على ريحة الخوة، ما تدري الشمر بيا شوى، مغساطة علمتوني تلو. وصلت له ابو علي شاف اخيته جاي راد يوصلها رسالة، قام يحاكيها ما السمعة، يحاكيها ما السمعة ابو السجاد، ما السمعة ما السمعة. ايش سوى زينب؟ دنقت دنقت حتى تسمع، سمعته صوته كان ضعيف ابو السجاد، سمعته. قامت قامت ايش سوت؟ هاي عد العرب صعبة، بس دول اللي كانوا يوم العاشر ما عندهم لا شرف ولا إنسانية ولا غيرة ولا حمية. تبا لهم تبا لهم تبا لهم حتى ينقطع النفس. قامت بنت محمد خلت 10 أصابعها على رأسه، صاحت يا ناس درب المشرع منين منين منين. ادريت ايش قالها؟ ايش قالها يعني؟ يا ناس درب المشرع منين ولكم عطشانة خيا مسلم. والله يا أنا بعيني لجيب الماي لحسين يا بأنا ونو ياي يا بأنا بعيني لجيب الماي يا 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 لا يا أحسين يا 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 إلهي وسيدي.